ورحمته وبركاته، واسعد الله مساءكم بكل خير. التواصل يستمر وانطلاقاتنا والتحديات هجن يا اصحاب السمو والشيوخ الحاضرة على ارضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. اعلنت انطلاقة شوط المهجنات الاصايل، اتقدم مع المركز الاول، اتقدم مع الصدارة والمقدمة الشاهينية على المركز الاول من هجن العاصفة وغياث الهلالي. من يتابع انطلاقات وتحديات العاصفة على المركز الاول، نقلتنا على المركز الثاني، اتابع في هذه اللحظات التقدم من الشاهينية ومن هجن العاصفة وغياث الهلالية في المتابعة المركز الثالث. أتابع في هذه اللحظات التقدم من بنت صوغان لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث تتقدم في هذه اللحظات الصميمة على المركز الرابع، ولكن شاهينية العاصفة تتدخل في هذه اللحظات على رابع المراكز وغياث الهلالي القادم. والمتابعة انطلاقات العاصفة على المركز الرابع، المركز الخامس، أتابع في هذه اللحظات الصميمة على المركز الخامس لصاحب السمو الملك الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود مايد بن محمد بن حلفان. في المتابعه المركز السادس وصلت الشاهينيه من هجن الرياسه والفيلسوف. من يتابع انطلاقات الشاهينيه من هجن الرياسه احمد بن مطر بن مايد الخيلي. المركز السابع والثامن الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي. في المتابعة المركز في هذه اللحظات التاسعة اللي وصلتنا الشاهينية من هجن الرياسة واحمد بن مطر بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب. هكذا النداء الاول، هكذا هي نتيجتنا للنداء الاول لهذه الاسماء المتقدمة في هذا المساء، المنطلقة في هذا المساء مع انطلاقة المهجنات الاصايل. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى العاصفة وهجنها. تقدم كل جديدها في هذا الموسم، مستعدة لكل الختاميات. الشاهينية على المركز الأول، الشاهينية على المركز الثاني، والشاهينية على المركز الثالث من هجن العاصفة وغياث الهلالية. في المتابعة المركز الرابع تتقدم في هذه اللحظات، أوصلت للصميمة على المركز الرابع لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مايد بن محمد بن حمد بن حلفان المري. في المتابعة المركز الخامس الرياسة قادمة ومتقدمة في هذه اللحظات، وتقدم الشاهينية مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. في المتابعة المركز السادس والسابع وصلت العاصفة، تقدم الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي. في المتابعة المركز الثامن هجن الرياسة القادمة مع الشاهينية والفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. من يقدم ويتابع انطلاقات الرياسة في هذا المسار. المركز التاسع تصل بن صوغان لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. من يقدم بن صوغان
بنسوغان ومن يتابع انطلاقة بنسوغان على المركز التاسع. هكذا نتيجتنا لندان الثانية للتسع المراكز الأولى، عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة. الكيل الأخير، هجن العاصفة، مؤسسة هجن العاصفة، إمبراطورية هجن العاصفة، الشعار الملكي يسيطر من البداية ويقدم الشاهينية على المركز الأول. غياث، غياث مضمر أسطورة الميادين الشبابية، ها هو غياث يتابع انطلاقة الشاهينية على المركز الأول والمركز الثاني والثالث والرابع. هجن العاصفة، إمبراطورية العاصفة هنا تقدم في هذا المساء هذه النوعيات الفريدة في مؤسسة العاصفة. ما شاء الله تبارك الله، العاصفة العاصفة العاصفة. شكرا، شكرا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، بطل كل البطولات، فارس الفرسان ولي عهد دبي. من هو مالك هجن العاصفة؟ شكرا غياث الهلالي على المتابعة. هجن العاصفة، هجن العاصفة هنا تقدم الشاهينية على المركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. تهانينا والناموس إلى مالكها وداعمها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. شكرا غياث الهلالي على المتابعة. المركز الأول لهجن العاصفة، المركز الثاني كذلك لهجن العاصفة، المركز الثالث لهجن العاصفة، والمركز الرابع لهجن العاصفة، والمركز الخامس لهجن العاصفة. عودة مع التوقيت الزمني، عودة، والعودة دائما تأتي فيها الإفادة. هنا مع انطلاقة وتحدي العاصفة وهجنها، 7:41 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن العاصفة، وتهانينا وناموس لغياث الهلالي. المركز الثاني وصلت الشاهينية من هجن العاصفة. توقيتها الزمني 7:42 ثلاث أجزاء من الثانية. المركز الثالث الشاهينية كذلك من هجن العاصفة. توقيتها الزمني 7:42 وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن العاصفة، وتهانينا وناموس لغياث الهلالي. هكذا مشاهدينا الأعزاء عشنا مع حضراتكم في انطلاقات المساء، حيث ينطلق ثالث أشواط هذه الفترة